حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميليشيا الحوثي تقتحم شركة إيرادية في صنعاء وتعتدي على موظفيها. رئيس حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يدين اختطاف الحوثيين للصحفيين باليمن. 1500 طبيب في الهند يلجؤون للتايكواندو لمواجهة اعتداءات أهالي المرضى. في أكثر الأخبار قراءة، مريض بريطاني يتوفى بعد 54 عاماً قضاها في المستشفى. أهلاً بكم. وراء كل مختطف صحفي مختطف طفل يتألم، ووالدان أنهكهما الحزن، وأسرة أوجعها الغياب. يحاول موقع الصحوة نت توصيف جزء من معاناة الصحفيين المختطفين، ويقول الموقع متحدثا عن أحد المعتقلين: في كل مرة يزوره طفله الأصغر محمد تذرف عينا والده المختطف بسجون الإنقلابيين في صنعاء منذ عام وثلاثة أشهر. الصحفي عبد الله المنيفي البالغ من العمر 37 عاما يلتقي ولده محمد عندما يأتي مع أمه وإخوانه، وفي كل لقاء تتوقف الكلمات عند المنيفي وتحضر لغة حب أخرى لطفله الصغير، لغة تتعدى الحواس. يتساءل مروان النجل الأكبر للصحفي: لماذا اختطفوا أبي؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليتم إخفاؤه بعيدا عنا؟ أبي كان صحفيا يحمل القلم والكلمة لا سواها. وللطفلة الصغيرة توكل توفيق المنصوري حكاية وجع أخرى يحكيها عبد الله المنصوري شقيق المختطف. يقول: عندما زار والدي وأمي وزوجة أخي المعتقل في سجنه، فاجأتهم توكل بموقف أبكى الجميع. فبعد أن وجدت أباها بعد أكثر من عام ونصف على اختطافه، رفضت العودة مع أمها وطلبت البقاء في السجن برفقة أبيها. واستمرارا للتضامن مع الصحفيين في معتقلات ميليشيا الحوثي وصالح، ووفقا لموقع الموقع بوست، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يدين اختطاف الصحفيين الحوثيين للصحفيين باليمن. وأكد المسؤول الأوروبي موقف البرلمان الداعم للحكومة الشرعية وإدانة كل صور انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري، وأشار إلى حرصه على أن تكون الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، مؤكداً استمرار التواصل مع وزارة الخارجية اليمنية في تبادل المعلومات والعمل على حماية الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال. في يوم الصحفيين لسنا بخير، تحت هذا العنوان كتب حسين الصوفي مقاله المنشور في موقع مسند للأنباء، وقال في جزء منه: لقد قتل الحوثيون نحو 19 صحفيا يمنيا، كل من استشهد من زملائنا على أيادي ميليشيا الحوثي الإرهابية أصيب برصاص في الرأس أو في الصدر. في الحرب يستهدف قناصة الحوثي والمخلوع الكاميرا قبل الجنود، يقتلون الصحفي لأنه صحفي فحسب. سوف يصحو العالم على كارثة حقيقية لم يسبق لها مثيل. الإهمال لملف الصحفيين يدفع ثمنه اليمنيون أجمعهم. لقد أدى هذا الترهل والتباطؤ إلى تحويل الشرعية لمجرد دفاع هزيل، وفي أيديهم ورقة تجعلهم الأقدر على هزيمة الإنقلاب في الملف الإنساني، وفي مقدمتهم المختطفون، وفي القلب منهم الصحفيون. ما يوصف بحكم الإعدام على الأستاذ الجامعي والصحفي المخضرم يحيى الجبيحي وصمة عار في جبين الإنسانية. هذه أول حادثة من نوعها في العالم، لم تفعل أبشع التنظيمات الإرهابية في العالم بحق الصحفيين ما فعلته ميليشيا الحوثي والمخلوع. نحن لا نزال في دهشة مخيفة، لا يمضي يوم دون أن يتعرض الصحفيون للتعذيب والتنكيل، ويتجدد السؤال: لماذا يعذبون الصحفي؟ كيف ينام الصحفيون في العالم على صدى نداءات أطفال وأسر الصحفي اليمني خلف القضبان؟ يتوجع زملاؤنا حد الموت، يصب الحوثيون فوقهم ألوان العذاب. ذات يوم قرأوا حكم الإعدام عليهم ثم أطلقوا الرصاص في مكان بعيد، يفعلون ذلك مرارا. يتلذذ المجرمون بتنفيذ الإعدام الوهمي على الصحفي المختطف. لقد طالبنا العالم بمطالب متواضعة ولا تزال مطالبتنا مستمرة. شكلوا لجنة لزيارة الزملاء في سجون الانقلاب، افعلوا هذه الخدمة فحسب. حاولوا أن تقدموا واجبا صغيرا تجاه زملاء المهنة،
الصحفيون في اليمن ليسوا بخير على الإطلاق. إذن إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع ما يجري للسلطة الرابعة، وعنوان الموقع رايتس رادار: 19 صحفيا قتلوا في اليمن والحوثيون احتلوا المرتبة الأولى في ارتكاب الانتهاكات. وفي التفاصيل، قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي إن 19 صحفيا وإعلاميا قتلوا في اليمن خلال عامي 2015 و2016، منهم 8 قتلوا خلال العام 2015 و11 آخرين قتلوا خلال 2016. وقال التقرير الصادر عن المنظمة إنه لا يزال 22 صحفيا وإعلاميا معتقلين في اليمن، بينهم معتقل واحد لدى تنظيم القاعدة و21 آخرون معتقلون في سجون الحوثي وصالح بصنعاء ومناطق أخرى تقع تحت سيطرتهم. وأشار التقرير إلى أن مسلحي جماعة الحوثيين وصالح احتلوا المرتبة الأولى خلال العام 2016 في الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، مؤكدا أن الصحافة في اليمن شهدت أسوأ حالاتها، حيث أصبحت مدرجة بالدم وفي مهب العنف والقتل والقمع والتعذيب والأحكام بالإعدام، حيث يتعرض الصحفيون المعتقلون في اليمن لأسوأ أنواع التعذيب ويواجهون أحكاما بالإعدام من قبل الحوثيين وصالح بصنعاء. تواصل ميليشيا الحوثي في صنعاء حملات مداهمة للمؤسسات الخاصة والعامة، وآخر ذلك ما أقدمت عليه أمس، حيث عنون موقع المشاهد نت: اقتحام شركة إيرادية في صنعاء والاعتداء على موظفيها. وقال الموقع إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي بقيادة المدعو عبد الهادي معيلي قاموا باقتحام مبنى شركة الغاز في صنعاء وإشهار السلاح في وجوه موظفي الشركة. وبحسب البيان الذي نشرته شركة الغاز، فإن أفرادا مسلحين قاموا باقتحام مبنى الشركة وتهجموا على الموظفين وأشهروا الأسلحة في وجوههم. وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار سعي قيادات جماعة الحوثي لنهب الأموال في المؤسسات الإيرادية. صراع مرير بين مشروعين، تحت هذا العنوان كتب هائل سلام قاله المنشور في موقع الموقع، وقال في جزء منه: مشروع اليمن الاتحادي بستة أقاليم ويمثله هادي وبعض الذين معه، وهو مشروع على علاته يروم إبقاء اليمن موحدا بسلطة اتحادية مركزية. مشروع الإقليمين الذي يمثله الإنقلابيون في صنعاء وفصائل في الحراك الجنوبي والذين معهم، هو مشروع من شأنه بالنظر إلى الوضع الخاص بولايات النفط والغاز جنوبا وشمالا أن يفضي إلى فيدرالية شمالية وأخرى جنوبية، ونظريا إلى دولتين مشكوك في قابليتهما للحياة. الرئيس هادي بما هو رمز للشرعية اليمنية الوحدوية في دائرة الاستهداف من قبل ما كان يوصف بأصحاب المشاريع الصغيرة، وهم قوى متكتلة في الشمال وفي الجنوب على السواء، مدعومة من قبل فاعلين إقليميين ودوليين كثر. وغالبية اليمنيين يمثلون شتيتا غير مؤتلف بسبب ضعف تيار هادي قيادة وإعلاما وفاعلية وتأثيرا، بخاصة وأن مواقف دول التحالف التي تدخلت بزعم دعم شرعية هادي تدور في أفق غامض حتى الآن على الأقل. الوحدة والانفصال ليست غايات مقدسة، بل هي مسائل سياسية قابلة للنقاش، وينبغي أن تدور مع مصالح الناس وجودا أو عدما، ولكن لهذا السبب تحديدا، أي لكونها أمورا تتعلق بمصالح الناس بالذات، فالمتعين عقلا ومنطقا أن يتم نقاشها وتحديد المواقف بشأنها في أجواء هادئة تسمح للناس، كل الناس المعنيين، بحرية وعقلانية النقاش واتخاذ القرار. إلى موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني: الميليشيا تحول موزع إلى حقل ألغام وترتكب أبشع الجرائم بحق الأهالي. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في مديرية موزع غربية محافظة تعز نفذت خلال الأيام القليلة الماضية ولا تزال حملة اختطافات واسعة تطال العشرات من أهالي مديرية موزع الساحلية وتحت حجاجها الواهية عملاء مرتزقة. وذكرت المصادر أن الميليشيا أقدمت على إغلاق مستشفى مركز مديرية موزع أمام المرضى وحولته إلى مخزن للأسلحة، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي علاوة على إغلاقها لأغلب المراكز الصحية في المديرية. قال سكان محليون في تهاتف مع سبتمبر نت
إن موزة تعيش حالة حرب على كافة مستويات الحياة، ففي الجانب الصحي غادرت معظم الطواقم الطبية من المديرية بعد مضايقات الميليشيا للبعض وتهديدها المباشر للبعض الآخر في حال رفضهم المغادرة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج تابعت اللجنة التنسيقية المشكلة حديثا بين اليمن والإمارات والسعودية وعنونت في هذا الشأن: الثلاثية العليا للتنسيق بين السعودية والإمارات واليمن تعقد اجتماعها الأول. وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة: عقدت اللجنة الثلاثية العليا اجتماعها الأول بمحافظة جدة برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي بن محسن الأحمر وعضوية ممثلين عن السعودية والإمارات. واطلعت اللجنة على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها وما أدرج على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها، وستتوالى اجتماعات اللجنة بشكل دوري. وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في الشأن اليمني: واشنطن لن نتراجع عن تدمير القاعدة في اليمن. وفي التفاصيل: استغرق زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي نحو 60 يوما ليخرج في حوار مطول الذي قال محللون إنه أظهر ضعفا وارتيابا في صفوف التنظيم الذي يواجه أسوأ أيامه في اليمن. فواشنطن شنت بحسب آخر التصريحات الرسمية ما يربو على 90 غارة في غضون شهرين. وقرأ محللون في خطاب الريمي أنه يريد إرسال رسالة مفادها بأنهم مشغولون بالحرب داخل اليمن وأنهم طالبوا مسبقا بوقف الضربات الأمريكية على اليمن. وفي تعليقها على دعوة الريمي بوقف الهجمات الأمريكية قال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح مقتضب للشرق الأوسط: الولايات المتحدة لن تتراجع عن قرارها في مهمتها الرامية إلى إرباك تنظيم القاعدة وتدميره في اليمن. الدكتورة إليزابيث كاندل الباحثة المتخصصة في شؤون تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في جامعة أكسفورد تعتقد في تعليقاتها على أسئلة بعثت بها الشرق الأوسط إلكترونيا أن نغمة المقابلة مع الريمي تشير إلى شعور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بضغط كبير، وهو يبالغ أكثر من المعتاد فيما يخص ما حققه في مواجهة الغارة الأمريكية في 29 يناير. قالت صحيفة عكاظ السعودية في تحليل خاص إنه من المفارقات الأليمة لمن يستذكر التاريخ أن الرئيس السابق علي صالح الذي أشعل حروبه الطويلة ضد شعارات الحوثيين انقلب بعد 6 حروب وأعلن تحالفه معها لأجل السلطة التي خلعها منه الشعب اليمني. تضيف الصحيفة: ولو استعرضنا مواقف المخلوع قبل وبعد التحالف الأسود مع المتمردين لأدركنا مدى متاجرته بالدم اليمني. وفيما يتابع العالم إنجازات الحكومة الشرعية في بسط سيادتها على التراب اليمني، يعاودنا الانقلابيون بتصريحاتهم ومواقفهم التي تكشف ضحالة وعيهم السياسي وبساطة مؤيديهم والمتعاطفين معهم في درجة أشد قتامة من الكوميديا السوداء. التاريخ الكذب اللذيذ. تحت هذا العنوان كتبت سعدية مفرح مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد وقالت: أستغرب كثيرا ممن لا يزال يثق بالتاريخ بكتبه وأشخاصه، ويثق بمقولاته وأحداثه ويومياته، ويبني عليها أحكاما تتعلق بالحاضر وبالمستقبل أيضا. لا يقدم التاريخ أجوبة جاهزة على الأسئلة الصعبة التي يواجهها المرء في حاضره حتى لو كان يعيد نفسه غالبا، لكن قراءة التاريخ ضرورية حتما، ليس بحثا عن أجوبة لمشكلات وإشكالات راهنة، بل على الأقل للاقتناع أن الحلول موجودة بالضرورة وأنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للبحث عنها بطرق غير مألوفة، بالإضافة إلى المتعة المعتقة في خواب الماضي. الكتب التي يدعي مؤلفوها أنهم ألفوها لتخليد الحقيقة أكاد أجزم بلا تأنيب ضمير أنهم كاذبون معظمهم على الأقل، فلا أكاد أصدق أن مؤرخا كان همه كتابة الحقيقة عندما فكر بكتابة مؤلفه في سياق التاريخ، لسبب بسيط وهو أنه لا يملك تلك الحقيقة حتى وإن اجتهد في البحث عنها.
هل يعني هذا أن نتخلص من كل كتب التاريخ والسير الذاتية فقط لأننا لا نضمن أبداً أنها تحتوي على حقائق؟ هل نتوقف عن كتابة الجديد من تلك الكتب؟ بالتأكيد لا، فقراءة التاريخ علاوة على ما توفره للقارئ من متعة، وخصوصاً إن كان من يكتبه يملك من الموهبة الكتابية ما يمكنه من خداعك أنت القارئ عبر تصوير الكذب البواح بهيئة الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك، فإنها تسهم في تعزيز إيمان القارئ بالأمل في وجود حلول حقيقية لمشكلاته الشخصية ومشكلات العالم حوله، وأن عليه أن يجتهد في البحث عنها بكل ما يملك من إيمان. فالتاريخ يعيد نفسه بحكاياته الحقيقية وغير الحقيقية، وليس أمامنا سوى الخيال الإبداعي لنميز من خلاله ما بين حقيقة التاريخ وكذبه اللذيذ. أكثر أخبار شبكة البي بي سي مطالعة تحدث عن أحد المرضى البريطانيين وقال العنوان: مريض بريطاني توفى بعد 54 عاما قضاها في المستشفى. وقالت الشبكة إن جنديا بريطانيا سابقا تعتبر فترة مرضه هي الأطول في بريطانيا، قد توفي بعد قضائه 54 عاما في نفس المستشفى. وقد نقل جيمس موريس إلى المستشفى مصابا بكسر في ساقه عام 1962، ولكنه لم يعد قط إلى بيته بعد إصابته بسكتة قلبية في غرفة العمليات. وبعد العملية ظل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى ويستر موفات في إيردي. وقد توفي المحارب القديم الذي لم يكن ينطق سوى ثلاث كلمات عن عمر يناهز 75 عاما في أبريل الماضي. وقال شقيقه كارن موريس البالغ من العمر 62 عاما إن أحد العاملين في ويستر موفات أبلغه أنه لم يقضي أحد فترة تحت العناية في مستشفى واحد أطول من جيمس الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما لدى دخوله المستشفى. وقال كارل: توصلنا عبر السنين لوسيلة تواصل معه، لقد كان حاضرا ذهنيا ولكنه لم يكن قادرا على التواصل معنا أبدا، لقد تعلم فقط كيف ينطق ثلاث كلمات مجددا وهي بيت وحانة وخيول. يتلقى نحو 1500 طبيب في أحد مشافي العاصمة الهندية نيودلهي تدريبات في رياضة التايكواندو للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لاعتداءات من أقارب المرضى. وقال موقع هاف بوست في صفحته الرئيسية: شهدت الهند حالات اعتداء تعرض لها العاملون في المجال الطبي من قبل أشخاص فقدوا ذويهم المرضى، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى احتجاجات وإضرابات من قبل الأطباء. واستعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية إحدى حالات الاعتداء على طبيب متدرب في مدينة مومباي، قالت إنه تعرض للضرب من قبل أهالي رجل مريض يبلغ من العمر 60 عاما توفي إثر مرض مزمن. ويخضع أطباء الآن لدروس في التايكواندو داخل صالة رياضية بالمعهد الهندي للعلوم الطبية في العاصمة، حسب ما نقلت الاندبندنت عن صحيفة هندوستان تايمز الهندية. وقال رئيس جمعية الأطباء المقيمين إن موظفي معهد العلوم الطبية أبدوا تضامناً مع أكثر من 2000 طبيب في مومباي أضربوا لمدة 5 أيام بسبب القضية في مارس من خلال ارتداء خوذات الدراجات النارية أثناء العمل. أبكي على بلاد العرب. تحت هذا العنوان كتبت ميس أحمد العبد اللات مقالها المنشور في صحيفة الغد الأردنية، وقالت في التفاصيل: تستوقفني كلمات الأستاذ فخري البارودي: وغنوا يا بني أمي بلاد العرب أوطاني، فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. كم تثير هذه الأبيات الشعرية مشاعر فياضة لا محدودة في نفسي، ما بين العز والبهجة بالتغني بالوطنية القومية العربية والألم والحسرة في آن واحد على ما آلت إليه الثورات التي أرادتها الشعوب العربية من أجل الحياة. كم هو محزن أن نرى الثورات العربية قد تلطخت بالدماء، كم هو مؤلم بأن نشهد هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية. بأي ذنب دمرت بلادنا العربية؟ بأي ذنب يتم الأطفال؟ بأي ذنب استبيحت الدماء؟ ما الجرم الذي ارتكبته الشعوب العربية لتستحق هذا الدمار؟ ما الذنب الذي اقترفته الشعوب العربية لتدفع ثمنا غاليا من دمائها وأمنها واستقرارها؟ أهذه ضريبة محبة الحياة والسلام والتعايش بين مختلف الطوائف
والأعراق والأديان، أم هي النتيجة الحتمية للنضال من أجل دولة القانون حيث التداول السلمي للسلطة، وحيث لا تهميش ولا تمييز والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإطلاق الحريات واحترام الرأي والتشجيع على التعبير. 6 أعوام و4 أشهر مضت على اندلاع الشرارة الأولى لثورة الغضب، ثورة الشباب، ثورة التحري، ونبقى نتساءل هل تحولت الأحلام إلى كوابيس؟ وإن كان الأمر كذلك فلا بد من طرح السؤال الكيفي، كيف تحولت الأحلام إلى كوابيس وكيف يمكن تصحيح المسار؟ يبقى الأمل بأن راية السلام والحرية والتعايش سترفرف في بلادنا العربية يوما ما، إذ أن العربي اليوم لم يعد خائفا من الخروج للشارع ولم يعد مترددا في رفع صوت مطالبه عاليا. فلنمض واثقين، سنحيا على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل. يحاول رعاة الماشية في مناطق مختلفة من العالم الاستمرار في مهامهم والبحث عن المراعي حتى في مناطق انتشار الثلوج. نتابع الصور التي وردت في هندوستان تايمز. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.